طالع خلات غير عضو طاقم فني واحد نقدر نقولوا محلي ابو جنان زعما انه يجيد اللغه الاسبانيه. حبينا برك الان ما دام هذا العضو هذا يعرف تم الاستنجاد به بالك على جنب اللغه تاعو يعرف يجيد اللغه الاسبانيه المدرب شكون يتفاوض معاه شكون يجاهم ماذا بهذا الاسبانيه. هي بصراحة أبو جنان كان معانا ودينا الكأس مع الأهلي هو كان بريبارتي وكان هو مقبل كان في الاتحاد العاصمة وهو قعد ماشي باش على اللغة هذيك اللغة زيادة لأن اللغة كان لو ديريكتور تكنيك ولا لو ماناجر كان كي جاب غاريدو ما كانش عنده كيما يقول انتراديكتور نهار نيغوسيا معاه ولا جو بونس باللي ماشي هذه هي بك عرف باش يقول باللي جبت باش يتكلم معاه باسكو كيما ما طلعتش معاه انايا باسكو حب يقول باللي يتكلم اسبانيوليه انت كي تطلع بريباراتور فيزيك يتكلم اسبانيوليه وشنو السبب باش يكلمك باش يهضر لك على الفريق ويقول لك مي انا المامو هذاك المامو كنت نطلع معاه يقول له هذا وستاف اللي كان هو حبي بالك جبد تاع الاسبانيولية لا بروف او سينيا المدرب بلا تراديكتور نيغوسيا معاه بلا ما كان بريباراتور فيزيك في الاتحاد في نيغوسياسيون تاعهم. فارس سؤال بارح المدير التقني ديال الان كنا نشوفوا كل ما يجي الاتحاد العاصمه فارس بالبلاط يروح صلات من قبل ما كنت مع صرات لك نقدر نقول صرات كيما كان عز الدين رحيم ايضا في اتحاد العاصمه رغم النتائج الايجابيه ابن الفارق يخرج الماتش والله غير بصراحه كاش خلاف بيناتهم هي خلاف ما عنديش مما دوك نفهمك انا ما عنديش خلاف بالك هو عنده حاجه في نقطه ولا ما على باليش انا لو فات ديجا فكرتني نهار جا لافان انا كان عندي كونترا مع الاتحاد العاصمه حتى 2022 ومن بعد هو جاب واقع المدرب لافان هو اللي جاب المدرب الاجنبي وزاد ما الناس يسمى تعرف اللي هو جاب كي كان في الشباب بالوزداد جاب جيما هو اللي جاب غاريدو في الاتحاد العاصمه انا ما نفهمش باللي انا واحد انا ستريكتور اللي هو اللي درنا فور هو اللي درنا فورماسيون في فلاديتي تاع 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 في تاع تاع فين وين نقرا في سيدي موسى هو اللي درنا لا فورماسيون باش نكونوا مدربين كبار انا ما نفهمش علاش كي يكون يحكم ان بوست معناتها بوست مليح يجيب مدرب اجنبي وهو اللي كان يعطينا لا فورماسيون تاعو جو بونس بلي هنا كاين تناقض انا مانيش فاهم مي جو بونس بلي انا الاتحاد العاصمه كي يجي هو انا ما نكذبش عليك كي جا هذا العام الاتحاد العاصمه والله العظيم غير كنت حاسب اللي نحبس في الاتحاد العاصمه كان عندي امبريسونتيمون كان ما على باليش انا كل واحد احساس هذه انا احساسي كان حسيت باللي المهمه تاعي تنتهي في اقرب وقت في الاتحاد. كان عندكم اجتماع ايضا مؤخرا تلاقيت به هي قبل ما تلاقيت به عيط البريكي عيط لي قال لي باش الوضعيه تاع باش نريزي لي الكونترا مع الاتحاد العاصمه قالوا لي بلي انت ديميسيونيت وانا قلت له ما ديميسيونيت قلت له انا نجي قلت له انا جاي نريزيلي باش الناس تفهم الاتحاد العاصمه المحبين الاتحاد العاصمه انا جامي نحط ديميسيون في الاتحاد باش ما تقعدليش انطاشمون نقدر نغادر نريزيلي الكونترا وما نحطش لا ديميسيون انا نحسب انا هذا الفريق الى كيما يقول مدلي بزاف حوايج مدلي هو دوك هو واش خاف مادا به ديميسيوني خافوا باللي هو الديريكتور تكنيك خاف باللي باسكو مازال لي كونترا حتى الجوان عباك تقعد جوان تخلص وي موا تخلص مي انايا ما على بالوش باللي انا اتحاد العاصمه هذه ما ندي دورو ما نديه بالملاط مستعد يسمع في كل اول 8 شهور اللي قاعدوا انا نسمح نقول لك علاش نسمح هذا فريق اتحاد العاصمه هذا فريق مدلي دوك كي واش مدلي كوم جوار لعبت نشكر الناس اللي جابوني اتحاد العاصمه كوم جوار ونشكر الناس اللي عطاولي فرصه باش نولي مدرب خدمت 11 سنه كيما جوار و11 سنه كوم اونترينر وربحت وعرفت ما نقدرش انا هادو لي دو كوب هادو انا دو كوب هادو يسواو المال عباك انا دو كوب هادو تقول
انا واش راني نحس، انا نوريكم شويه الوراء. بك شفتوا لا فينال مع يونغ افريكا؟ شفتوا واحد في الجو في الدقائق الاخيره كان واحد سيبورتور ولا زوج قاعدين في الباب تاع 5 جويي، اسكو يخرج ولا يعاود يدخل؟ معناتها في الدقائق الاخيره كان خايف ومسكين، واحد واحد معناتها يستنى وقت يخلص الماتش. انا هذيك ومن بعد خلاص الماتش سيد فرح، انا هذيك المال هذاك المومو هذا كي نشوفو هباك، انا نروح نقول اتحاد العاصمه عطات لي اون شونس، ديت كاس 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 افريقيا، نروح نقول لهم اعطيوا لي دراهم، والله ونعرف نكون غير ما عندي دورو في جيبي. انا عطات لي كاس، عطات لي سوبر كوب، هذاك المومو هذاك تاع الدبونور هذاك هذاك ما يتسواش كاع. انا في المومو هذاك تاع لي سيبورتور ما نكذبش عليك، ونزيد لك واحد اخرى، عندي انا وليدي في عمره برسك عام، والله كي يسمع الغنيه تاع موح اتلانتا هذيك، والله كي يسمعها نديرها في طونوبيل ينقص تلمو لو مومو، كيقول هذيك لو اسما ماشي ساهله، واللي خلط فينا تديه الرحله، وقسما بالله يطيح. انا هذاك عشت مومو هذاك ما نقدرش، هو باسكو المدير الثقه وقال المدير الرياضي ما كانش في هذيك الكاس الاولى، بالك ما يحس كيفاش نحس انا. انا اللي اسمع منها مازال ما ريزيليت كوترا، انا نسمح لهم دراهمي، نسمح والله غير ثاني هذوك نريزيلي غدوه غير ما ندي دورو ما ندي، باسكو فريق هذا اتحاد ما نقدرش ندور ظهري ليه. باسكو نزيد لك نوليك شويه الوراء، انا خدمت في اتحاد العاصمه، كانوا فلوس ما كانوش، كنت ما نباتش نقول هذوك لي ديريجون نقول لهم ما نباتش ما تعطيوليش غرفه كي نلعبوا في الجزائر، نقول لهم ليه؟ لان نسهل لكم الامور، باش تشوف الحب هذا تاع الاتحاد العاصمه. نقولي لك على لا كيسيون اللي قلت لي اجتماع، انا دخلت رحت عند بريكي باش نريزيلي الكونترا. ماذا بكم نحب المشاهد الكرام يكون صنت لي مليح كلام تاعي. دخلت عند مسيو بريكي قلت له باش الوضعيه تاعي كيفاش، و سيغتان مومون سمع الدقديق، قلت له شكون هو جاي؟ هو عنده كاميرا، قال لي جاي قريشي. جا مسيو قريشي قعد خمس معايا، الكلمه الاولى قال لي كش ما درت لك؟ دوك راني نتكلم معاه هو يهضر وانا نهضر. قلت له بيان سور، قلت له اهنتني، قلت له باك شكون انا يا في الاتحاد العاصمه؟ قلت له خرجني بلا بتيت بورت. قلت له ما قيمتنيش؟ قال لي لا، قال لي انت ديميسيونيت. قلت له لا، قلت له انا نعرف ديميسيون كي نجي نعطي بريكي كي قدامي. قلت له انا كي نجي نحط لا ديميسيون نعطيها لبريكي يدير لي اكوزي دي ريسبسيون، ناخذ واحده اخرى ونمشي. قلت له انا ما ديتش. قلت له تعرف واحد كي يضارب في الدار، يضارب واحد يقلقوا في الدار يخرج من الدار. قلت له انا هكذا صرات لي، قلقتوني انت قلقتني، خرجت من الدار مشيت رحت للدار مقلق، مي ما عيط لي ما سقسيتني اون بلوس. قلت له اني نقرا اني راح نرد له. قلت له قريت في الجرائد بلي قلت بالملاط حط لا ديميسيون وتفاجات، وقلت درت لي ماي لي بي باش تحكمني، هذه كاع اشياء خاطئه. ما قلت لي بالملاط، ما جيت ليك حطيت لا ديميسيون، ما هضرت معاك قلت لك، ما قلت لي بالملاط لازم تريح نسحقوك، هادو ما قلتهم ليش كاع. وتقول لي بلي هادو حوايج يلزم الناس، هذا ديريكتور تينيك تاع اتحاد العاصمه اي ما بوسي دو بارتير. دوك انا ما فهمتش، واحد خدم قريب 22 سنه في الفريق ويخرج بالطريقه هذه، وانا واش درت في المومو هذيك؟ كانت تصويره تاع عند بريكي، عنده تصويره كي شفت بلي عرضنا رئيس الجمهوريه، خزرت فيها قلت له شوف الرئيس الدوله الاطارات كلهم عرضونا كي دينا الكاس، كاع الاطارات معناتها اللي ريسبونسابل تاع الدوله كانوا معانا، دارونا ديجوني، فطرنا معاهم، صورنا معاهم، تلموا الفرحه هذيك، فرحوا وجدنا الشبيبه الجزائريه كاع، جبنا تيتر كبير للجزائر، شوف عرضونا، قلت له انت مين با كونسيديراسيون، مين با ريسبسيون. ابري الماتش تاع خنشلات قلنا يعطيكم الصحه وانتم شرفتونا جبتونا دو تيت والو، حاج عدلان راح منا، انا رحت منا، زميتي راح من هيك، وشنو هذه؟ قلت له هذا قلت له هذه الطريقه نخرج بها. ومن بعد هو جا تكلم معايا، ومن بعد انا قلت له حبي نسقسيك، قلت له توفيق، هذا المدرب كي جا الاتحاد العاصمه كي جا قال لكم نجيب ستاف تاعي، هو ما جاب ستاف تاعو، معناتها مدرب حراس. قلت له انايا، قلت له تعرف السي في تاعي؟
انا النيه تاعي باش نقول له السي في تاعي باش يوريه للمدرب يقول له هذا ما نقدرش نحيوه. انا غير قلت لمسيو توفيق قريشي قلت له تعرف السي في تاعي؟ قال لي ما نعرفش. عباك تفاجأني كي قال لي ما نعرفش تقول طيح لي مقيمتي هكذايا. مي انا ما طيحش قيمتي انا، لكن ربما اسمح لي فايت نقاطعك. الله اعلم توفيق قريشي يعرفك حارس مرمى قبل ما يعرفك كمدرب. في التسعينات كان مدرب الاولمبي العناصر لما انت لحقت التحقت بفريق اتحاد العناصر. دوك انا جايك راك فكرتني. انا كي قلت له قال لي ما عندك ما نعرفش. هو انا باش السي في يعطيه المدرب يقول له هذا واش خدم. قلت له ما انا دوك انا نقول لك شكون انا بيسك انت ما تعرفنيش دوك نقول لك. مي كي قلت له هكذايا خزرت فيه. قلت له توفيق انا جاب لي ربي كيما تعرف السي في تاعي. قلت له ما تقدرش تكون مدير رياضي. خزر فيا قال لي لا انت اللي راك تهضر. قلت له لا لا. قلت له والله ما تقدر تكون مدير رياضي تاع الاتحاد العاصمه. قلت له ما تقدرش تكون ماناجر تاع اتحاد العاصمه لان اتحاد العاصمه كبيره كبيره كاع علينا وانت ما قدرتلهاش. لفات انا مدرب ندرب في الاتحاد وانت ما تعرف السي في تاعي. ما تحبنيش ما تقول هذا حارس هكذا فلاني تلعب بيا كيما يديروا الناس. براف قلت له دوك نقول لك شكون هذا السي في اللي ما تعرفوش. انا قلت له خدمت 11 قلت له انا وليدها. هذه باش المستمعين الكرام مشاهدين ومحبين اتحاد العاصمه يفهموا. قلت له 11 سنه كنت وليدها في الاتحاد. قال لي لا لا. قال لي انت ماشي وليدها هكذا. قالها لي قال لي كنت خدام. راني نهضر كلام ليه هو ويقول ليه مانيش نافونتي ولا. قال لي كنت خدام. انا معليش قلت هذا مازال وليدها. عاود حبست. قلت له شوف توفيق. قلت له صح كنت خدام. قلت له الخدام هذا بديت في التسعينات. انا سينيت لي اسمه سينيت في 94 كي كنت انت مدرب اولمبيك العناصر نهار شلف طلعت. قلت له انا كنت انا حارس المرمى تاع الاتحاد العام اللي ما طلعتش لي اسمه. قلت له انت كنت مدرب تاع الاولمبيك العناصر صافي ملت قعدت 11 سنه كوم جوار. قلت له ديت بطولات ديت كاس الجمهوريه ولعبت تشامبيونز ليغ اول تشامبيونز ليغ مثلا الاولى اللي داروها في تشامبيونز ليغ لعبتها انا ولعبت مباراه كبار في الاتحاد العاصمه. درت سدر عطات لي واحد القيمه هذيك المومون واش لعبت كاع في هذوك 11 سنه مع لاعبين كبار والحمد لله جوج 11 سنه صح هذو 11 سنه. قلت له هذا لك تقول سالاري. قلت له حبي نسقسيك توفيق واحد كيعيش معك في واحد وليدك يقرا معاك ولا يقرا مع صاحبه ويجي كل يوم للدار يقعد 3 سنين هو يقرا معاه ما نقولوش هذا ولا كي وليدنا. قلت له هذه 11 سنه. قلت له معليش 11 سنه نجوزها. قلت له نوريك 11 سنه واحده اخرى 11 سنه كوم اونترينور في الاتحاد العاصمه. قلت له دربت مع من دربت مع اوسكار فيلوني مع اكسوح الله يذكره بالخير اللي كانوا يقولوا له البومبي والله يذكره بالخير. دربت مع رولان كوربيس دربت مع البير فيليت. انا نقول له انا نقول له هذا كنت مدرب تاع بوركينا فاسو الحامة تاعو قابلت لي ليكيب ناسيونال تاع بوركينا فاسو. قلت له دربت مع اوتوفيستر هذا اوتوفيستر لونسيان اللي كان قابل الكاميرون مدرب كبير. قلت له دربت مع كمال مواسا الله يذكره بالخير. دربت مع جيري بلال اللي راه دوك في بن عكنون ان شاء الله ينجح. دربت مع منير زغدوت اللي راه في اتحاد بسكره وان شاء الله نتمنى له النجاح. اخيرا دربت مع عبد الحق بن شيخه مع الاتحاد العاصمه وستاف تاعو زميتي حاج عدلان بوجنان. نو هنا في الاتحاد هادو 11 سنه في الاتحاد العاصمه وبلا ما كي دربت في الاتحاد الليبي مع عبد الحق بن شيخه دربنا في اتحاد ليبي معناتها هنا خبره. ودربت في السعوديه وين لعب لي او يلعب فيها سعيود الرائد. دربت ما معناتها الخبره هذه. ودربت بالك في الشباب بالوزداد لما كانت دربت شهر ونص من بعد صرالي شويه مشاكل وانسحبت. هادو كاع قلت له الخبره هادو هادوك بلا نحيت هادوك عامين ولا هادوك. قلت له 11 سنه تاع اتحاد العاصمه. قلت له هادو 22 سنه ما تعرفهمش. قلت له هادي حاجه كبيره. قلت له هذا وليدها. حكيت له قلت له هذا وليدها. ومن بعد سيغتان مومون الى هو
قلت له عيب دوك انا واحد كيما انا دير لي هكذا. انا ما تاثرت 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 قلت له والله غير والله غير قلت له والله ما نقدرش واش نزيد لك. ومن بعد قلت له يا توفيق هكذا كيما تعرف السي في تاعي انا قلت له دو بريفيرونس ما تقدرش تكون مدرب مدير رياضي تاع الاتحاد العاصمة. نزيد نسيت كانيت بلا ما ننسى دربت كي جيت في 2013 ولا تشفاو نسيت باش نقول لكم باش المشاهد الكرام يفهم. ف 11 سنه هادو ديت بطوله 2013 كاس الجزائر ديت قلت له ديت كاس الجزائر ديت نو ديت كاس العرب مع رولان كوربيس ديت شامبيونا وسوبر كوب تاع سوبر كوب تاع الجزائر مع وفاق ستيف مع البرفيلوت وديت خدمتها مع عبد الحق دو كوب كونتيننتال. معناتها بالك راني قلت له راني مدرب لو بلو تيتري كونتيننتال في الاتحاد العاصمه. قلت له ما تعرف السي في تاعي عبالك قعدت نخمم. قلت نخمم قلت سبحان الله. وزيد ما تنساش 2013 ولا تشوفوا كي جيت الاتحاد زي ماموش الحق راح المنتخب وكان من احسن حارس في الجزائر نحبه ولا نكره. كان هو حارس كان مميز كان مليح. وزدت لافان جيت الاتحاد هذه السنه هذه بالبوط راح في الفريق الوطني. قلت له يا توفيق هادو كاع ما تعرف السي في تاعي. قلت له دوك انا ما نكذبش عليك انا جامي نشكر روحي انا ما نحبش نهضر ما نحبش نقول شكون انا وشكون ما نحبش. مي دوكا كي تحتم لازم الناس الشبيبه ولا لازم تعرف التاريخ تاع بالملاط واش دار في الاتحاد واش دار في الكره تاعو. هذا حقي من حقي الناس تعرف باسكو الناس كيما تشوف توفيق واش قال لي ما نعرف السي في تاعك. دوك لو كان نسكت وما نهضرش الناس تعطي له الحق يقول بالك هو احسن مني. مي انا كي نشوف هو يقول لك انا خدمت في الاتحاد العاصمه خدمت 7 سنين هكذا خدمت 7 سنين واش خدمت 7 سنين كان يخدم كادي جينيور هكذا. ومن بعد بالك خدم واقيل نهار كدو الله يرحمه ولا اكسو مصطفى ديميسيونا هو حكم واقيل شهر ولا حكم الفريق ولا بالك زاد خدم عام مع اكراموف في الاتحاد خدم 7 سنين. مي اسكو دار نتائج اسكو دا كاس اسكو دا شامبيونا. انا حبيت نعرف هذا الانسان لي واحد خرجني من لابتيت بورت اسكو عنده لي تيتر كيما ديتهم انا هذا واش حبيت نعرف.